السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم وآرائكم في هذه الحلقة من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. اليوم لدينا موضوعين سنتحدث بهما وعنهما. الموضوع الأول سيكون من تصريح معاون الأمين العام لميليشيا النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي يوسف الناصري، الذي قال إن الجيش الحالي في العراق هو جيش مرتزق وليس أصيل، وكذلك طالب بحل الجيش وتسليم الحشد القيادة الأمنية في العراق وكذلك جعلها في هيئة وزارة. هكذا طالب الأمين أو معاون الأمين العام لميليشيا النجباء يوسف الناصري، ونحن نتساءل عن دور الحكومة من هذه التصريحات ورد فعلها كذلك في ظل تصريحات متزايدة من قادة وزعماء الميليشيات حول إزالة الحكومة مرة، وكذلك هذا التصريح الذي يخرج الذي يطعن في هذه المؤسسة كذلك، والذي يضربها في عقر دارها إذا صح التعبير، وأوصاف وتعابير وتصريحات تخرج ولا يوجد رد حكومي على هذه الميليشيات. هذا بالنسبة للموضوع الأول. سيكون الموضوع الثاني عن المغيبين في العراق، ملف المغيبين و231 جثة ظهرت لتفضح هذه الحكومة وتفضح كذلك الانتهاكات التي تحدث على يد الميليشيات وبدوافع طائفية. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. سابقا تم استلام 125 جثة مجهولية الهوية، والوجبة الثانية 75 جثة مجهولة الهوية، والآن 31 جثة أيضا مجهولة الهوية بضمنهم امرأتان اللي هم من ضواحي بابل ومن جرف النصر، اللي هم دول المغدورين اللي بيهم مذبوحين اللي لقيناهم حسب ما هسه بالغسل، وبيهم مضروبين الرصاص، وبيهم كبار وبيهم صغار وبيهم نساء. احنا كمؤسسة خيرية قيمت بجلب هؤلاء المجهولين الهوية واللي هم من شمال بابل من جرف الصخر سابقا، كانوا موجودين في ثلاجة بابل من سنة 2014-15-16. عبد الله، شنو دورك بعد بالدعم اللوجستي؟ نضل مستمرين احنا بالدعم اللوجستي. الوجبة الأولى 50 نفر، والوجبة الثانية تقريبا 21 نفر، يعني مجموعهم 71 نفر، أغلبيتهم من جرف الصخر. يعني من 2014 الجثث بالثلاجات في بابل، ويعني أطفال، ويعني لقيناهم بالكراتين الأطفال مقطعين. احنا ندعو على كل شمال بابل وعلى كل واحد يقول انا عندي ولد مفقود يجي يتابع مستشفى بابل، وبعدين مستشفى بابل توجه الى كربلاء يم رعلي شوك، الى من ياخذ المصطلحات الكامله من الصور ومن الدي ان تي حتى نجيبه للمقبره ونقول له ابنك رقم 51، ابنك رقم 49، 48، 30. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ مع الموضوع الأول الذي تحدث به، وهو تصريح معاون الأمين العام لميليشيا النجباء حول وصفه للجيش الحالي في العراق بأنه جيش مرتزق وكذلك ليس أصيل، وطالب بحله ودعا إلى أن تشكل وزارة باسم الحشد الشعبي، وهذه الوزارة تكون مسؤولة عن الأمن في العراق. هذا التصريح، نحن نتساءل ما هو موقف حكومة عادل عبد المهدي من هكذا تصريحات تخرج من قادة وزعماء الميليشيات والمتعلقة بالقوات الحكومية التي يقودها، وكذلك بوضع الدولة كحكومة، حكومته على سبيل المثال التي وصفت كذلك سابقا من المتحدث باسم ميليشيا النجباء كذلك بأن هناك
تحرك سيكون من الميليشيا لإزالة حكومة بغداد في حال لو اتخذت خطوات ضد إيران. هذا التصريح سابق أيضا خرج من ميليشيا النجباء، لم يأتي رد حكومي على هذا التصريح وعلى التصريح السابق. نحن نتساءل ما الذي يدفع حكومة عادل عبد المهدي أو يبقيها صامتة بهذا الشكل؟ هل هو خوف؟ هل هو موافقة على هذه التصريحات وتناغم مع هذه اللغة أو اللهجة التي تخرج من زعماء الميليشيات؟ ما الذي يدفعها إلى عدم اتخاذ قرار لمحاسبتهم ومعاقبتهم باعتبارها مسؤولة عنهم وفق القانون الذي شرع في البرلمان والذي صادق عليه سابقا حيدر العبادي؟ كذلك نحن نتساءل هل بقي لهذه القوات الحكومية في العراق أي قيمة بعد أن وضعت يدها بيد الميليشيات وتعاونت معهم؟ لماذا لم نسمع تصريحا من وزيري الداخلية والدفاع حول هذه التصريحات التي يعني أقل وصف لها يمكن أن يقال بأنها تهين هذه المؤسسة بالنسبة لهم كقياديين على الدفاع والداخلية؟ ما الذي يمنعهم من الرد؟ ما الذي يمنع حكومة عادل عبد المهدي من الرد؟ البرلمانيين المسؤولين. لكن هناك رد جاء من رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي، الذي دعا رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي إلى طرد عناصر ميليشيا الحشد التي لا تحترم مؤسسات الدولة وضبط أداء الفصائل التي تعمل بإمرته. صباح الساعدي أضاف أن التجاوز على الجيش ووصفه بالمرتزق من قبل نائب زعيم حركة النجباء هو تجاوز على مؤسسة دستورية تمثل العراق وسيادته على حد تعبير الساعدي. وبيّن كذلك أنه لا يمكننا أو لا يمكن للمؤسسات المؤقتة مهما كان دورها في المعارك أن تكون بديلا عن الجيش، في إشارة منه إلى ميليشيا الحشد. بالنقطة الخاصة بالمؤسسات المؤقتة، طيب الحشد انتهت العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة، لماذا هو باقي حتى هذه اللحظة؟ إن كان مؤسسة مؤقتة، ما الذي يبقي هذه الميليشيات تصول وتجول في العراق، لديها سلاح، لديها قيادات مشاركة في العملية السياسية وتأخذ أو تابعة للقيادة العامة القوات المسلحة برئاسة عبد المهدي، وكذلك هي أصبحت جزء من الدولة وفق القانون الذي شرع لها؟ إن كانت مؤسسة مؤقتة، لماذا هي باقية حتى هذه اللحظة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ خطوات من أجل تحجيمها وسحب السلاح منها كما هو كان في التصريحات السابقة التي خرجت من مسؤولين؟ ماذا إذن عن الأمر الديواني الذي خرج من مكتب عبد المهدي القاضي بسحب السلاح من الجهات التي لا تريد أن تنخرط في العمل السياسي ودمجها أو حصرها في إطار قانوني كذلك تكون موازية للقوات الحكومية في العراق؟ أين هذه الخطوات؟ حتى هذه اللحظة زعماء الميليشيات وقادة الميليشيات ردوا بالند وكانوا رافضين تماما لتصريحات وقرارات عادل عبد المهدي. ما الذي يمنعهم أو ما الذي يمنعهم من اتخاذ خطوات تجاههم باعتبارهم خرجوا عن الأوامر التي تفرض لهم من قادتهم، من قائدهم المباشر والمتعارف عليه طبعا وفق القانون عادل عبد المهدي؟ ما الذي يمنعهم من اتخاذ خطوات ضدهم ومعاقبتهم أو محاسبتهم بتصريحاتهم وبكذلك الانتهاكات التي ترتكب على أيديهم وأيدي أفرادهم؟ معنا السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة. احنا نسأل الشعب العراقي، هو يعني الحشد بأمر منه يأتمر؟ يعني يأتمر بأمر رئيس الوزراء من إصدار القرار أن جهة رسمية والبرلمان العراقي بسنته بشيعته بالأكراد الأغلبية صوتهم على إنشاء هاي المؤسسة الإرهابية الميليشياوية الطائفية، بأمر منه يأتمر؟ يأتمر بأمر رئيس الوزراء أو تابعين إلى وزارة الدفاع أو داخلية أو يحترمون القانون أو يأخذون بقرارات البرلمان ليصوت عليها ضدهم؟ يعني مؤسسة مؤتمرة احنا نعرفها بأمر الحرس الثوري الإيراني وأمرهم كلها تيجي من إيران. يعني احنا نعرف، كل العراقيين يعرفون بالشارع العراقي ان السلطة بيد الحشد، يعني لا مسيطرة. ما الذي يمنع عادل عبد المهدي من الرد على هذه التصريحات؟ عادل عبد المهدي خوفه من إيران،
وخوفه من أسياده بإيران ما يقدر يأخذ أي خطوات وطنية أو إيجابية ضد الحشد، بأن الحشد الشكل بأمر السستاني بوقت محدد أن ظهر إرهاب داعش وتنظيم الدولة وقضم عليه واحتفلهم بيوم النصر وانتصرهم. المفروض به كمرجعية وكرئيس وزراء أنهم يهيكلون هذا المؤسسة الطائفية، هيكلوها، انتهى واجبهم بعد، ويستلم زمام الأمور الداخلية والدفاع، والأكوة يعني لهم مقبولية بالشارع العراقي. الناس من يشوف وبالذات السنة من يشوف جيش أو يشوف شرطة محلية يأمن شوية، جزء يصير من بقلبه من أمان من هاي. ولكن هل تختلف سيد صباح، هل تختلف القوات الحكومية عن الميليشيات بانتهاكاتها؟ نعم، هل تختلف القوات الحكومية في العراق، الجيش والشرطة، بانتهاكاتها عن الميليشيات الحشد؟ لا بالطبع أستاذ، احنا نعرف احنا دور وزارة الدفاع في الموصل والمشاكل اللي سببوها قبل دخول داعش، شلون كانوا يتعاملون مع الناس، والجيش شلون كان يتعامل مع الناس في ديالة وفي جرف الصخر وفي الأنبار، في أطراف الأنبار الجيش طائفي عنصري، لأن قيادات حتى إذا أكو ناس رايحين على مدى الراتب ويعيشون بعض المنتسبين في القليلة، لكن قيادات الجيش هذا والداخلية كلهم ناس مؤتمرين بالحرس الثوري وعندهم أجندات خارجيه جاي ينفذوها، لكن هم مؤسسه ايضا طائفيه، الجيش قتل وانتهك عده انتهاكات عنده في يعني عده انتهاكات على حقوق الانسان وتم قتل ناس واخفاء ناس. الجيش يعني عنده الجيش هم طائفي ساد يعني احنا طيب 60 انا اسالك سؤال سيد صباح، الجيش يتعامل مع الميليشيات كمساند وداعم، والميليشيات مرافقة الجيش في كل العمليات التي يقوم بها في العراق، لماذا الآن انقلبت الميليشيات على الجيش الآن، ووصف الجيش بهذه الأوصاف أنه جيش مرتزق وغير أصيل والعناصر هي قادمة من أجل الراتب فقط، والآن هناك مطالبات كما استمعت إلى جعل الحشد وزارة وهي التي تكون مسؤولة عن الأمن، لماذا انقلب الحشد الآن على الجيش الحكومي في العراق؟ بالطبع بعد استقرار الوضع الأمني في العراق جزءا ما، يعني الحشد انقلب على المؤسسة العسكرية في سبيل يهيمن ويسيطر على الملف الأمني الموجود داخل العراق بالكامل، يعني يريد هو صاحب القرار وهو صاحب تطبيق القانون. الحشد عنده أجندات خارجية يستلمها من الحرس الثوري في سبيل تسويف وزارة الدفاع وتسويف وزارة الداخلية، ويصبح هو الأول والأخير وهو صاحب القرار وهو صاحب الملف الأمني وهو بكيف يسيطر على مناطق وهو بكيف يعني يتعامل مع القانون. الحشد كان فترة من فترات تشكيله ضعيف القوة، يعني نعرفها احنا جهاز مكافحة الإرهاب أو الشرطة الاتحادية أو غيرها، يعني كانت أكو هاي يعني مؤسسة حكومية رسمية بداية تشكيل الحشد، يعني كانوا مضعفاء، بعدين من تمكنوا وتقوموا واحنا نعرف ولاء وزارة الدفاع يمكن 60% هم ولاهم للحشد وقادة الحشد، وأيضا الداخلية 50-60% هم ولاهم القادة الحشد. إذن المؤسسات كلها سواء حشد أو دفاع أو داخلية، لا تقول ولاهم مطلق 100% إلى حب الوطن وفرض الأمن والقضاء على الإرهاب بصورة صحيحة والأمان والحفظ الأبرياء والأمان يعيشون بأمان، يعني بالعكس هم جزء من إرهاب المواطن وزعزعة أمن المواطن، وهم جزء في تغيير بعض المناطق ديموغرافيا في جرف الصخر وفي ديالة بيها مصائب وملفات أمنية، حتى سياسيين ديالة ما يقدر يطلعون بدل إعلام ويحجون سوت بدر والعصائب والحرس الثوري سوى بديالة واخذ مزارع الناس وجعلها مخازن للأسلحة للصواريخ الإيرانية وهجرم نصه لديالة هي والحرس الثوري وبدر وغيره، ولا دولة لا وزارة الدفاع تطلع تصرح ولا قائد عمليات ولا قائد شرطة ديالة وجرف الصخر، أيضا عزام بغداد التاج والطارمية جاي يصير بيها مصائب وجرائم في ضد الإنسانية ما حد حكى بيها، لا سياسي السني عنده الجرأة ان يقدر يتهم ميليشيا يعني يحكي طق بطق يقول مثل النجباء او حزب الله في جرف الصخر جاي يسوون كذا وكذا وكذا، ما يقدر يحجون، يعرفون نفسهم راح يستهدفون من قبل الميليشيات الطائفية. وضحت الفكرة سيد صباح، وثاني ثاني شيء مصالحهم راح تنضرب. اشكرك سيد صباح، وضحت الفكرة. كنت معنا من بغداد، معنا السيد ابو فيصل من السعودية، تفضل ابو فيصل. فقدنا الاتصال مع أبو فيصل. أبو أحمد من بغداد، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد عندي سؤال محيرني واريد يجاوبوني كل الجمهور اللي يخبروا، لان ما حد يجاوبني، يعني ما هو السبب لماذا؟ يعني شوف كل علم كل علماء السنه الفلوجه والانبار واهل الانبار الفلوجه كلهم دائما يروحون للاردن. شلون؟ ابو خاين ويراث العلم اليهودي، ما هو السبب؟ ابو احمد ما سمعت سؤالك، الصوت فعلا غير واضح، ممكن تعيد السؤال؟ اهل الانبار هم وعلمائهم يروحون للاردن، وهو هذا بالاردن هو خاين وابو خاين وجده خاين وراس العلم اليهودي. شنو الفكره من السؤال ابو احمد؟ مو هم يقولون دائما يروحون لايران، احنا نروح لايران لان هم يحبون اهل البيت. انت تحبون معاويه وبني اميه ويزيد وهاي من الحصاله. يعني انت تارك شكرا ابو احمد، شكرا ابو احمد. انت تارك القضيه الرئيسيه اللي بدنا نتكلم بيها، وتارك تصريحات من زعماء ميليشيات ووضع امني منهار في العراق، وتارك 231 جثه، جريمه واباده جماعيه، مقبره جماعيه في كربلاء ل 231 جثه من جرف الصخر في محافظه بابل، ترك هذه المسائل كلها والمواضيع الرئيسه وطارح امور تدخل في الدين والطائفه. يلا ابو فيصل من السعوديه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك استاذ محمد؟ حياك الله. تحيه تقدير استاذك وللقناه القادر والشعب العراقي بكله. بالنسبه لما يجري حل الجيش العراقي، هو اصلا ما في جيش عراقي، هو اصلا تبع الميليشيات، الجيش هو يوسف، هو ما في جيش، هو كله ميليشيات ايران، ما في ولا جيش. وندين ونستنكر هذه الجريمه التي فعلتها الميليشيات الايرانيه ضد ابناء العراق من اهل المناطق الغربيه التي بها اطفال، اربع اطفال، وجريمه كثيره هذه الجرائم. والعراق ابو فيصل برايك لماذا لا ترد الحكومه على تصريحات قاده الميليشيات؟ الحكومه هي تابعه للميليشيات استاذ محمد، هم ما في حكومه اصلا، اللي يقول لك في حكومه في العراق هذا عقله فيه شيء، العراق لا يوجد بحكومه ولا في حكومه، ما تقول في ميليشيات لا يوجد، لو كان في حكومه ولا في جيش اصلا، لو في جيش. طيب ابو فيصل لماذا اذا تستمر حكومات فاقده للشرعيه وفاقده للسياده كما تقول وتابعه للميليشيات، لماذا تستمر على سده الحكم؟ هذه المشكلة، مشكلة الشعب يا أستاذ محمد. ولا هو نعرف أن المؤامرة على الشعب العراقي مؤامرة كبيرة ودولية تقودها النظام الإيراني رأس الإجرام، ولن هو لو في دولة لما رفعت صور هذا العدو العراقي وعدو العرب الخميني بالعراق، لو في كرامة، لو في والجيش العراقي، لو في من الضباط الشجعان الأبطال نعرفهم، لن يصبر دقيقة واحدة على هذا الانتهاكات وهذه، ووزير الدفاع لا يمثل أي شيء، فهي كلهم لا رئيس وزراء خاين، رئيس جمهورية خاين ديكورات، البلد إدارة خارج من الميليشيات الإيرانية، والجيش اسم بس اسم، كله كذب، لا يوجد جيش مع احترام للشعب، بس نحن عتبنا على الشعب العراقي لحد الآن نايم، المفروض ينهض مهما كان التلف، هذا لابد من النهوض، إذا يبغى العراقيين كرامتهم لن يكون للعراق. لكن أبو فيصل المظاهرات لم تتوقف حتى هذه اللحظة في العراق، في الجنوب وفي المحافظات الوسطى والغربية المظاهرات مستمرة. لكن السؤال يعني بالنسبة لقضية الشعب نائم، الشعب ليس نائما، والدليل هناك مظاهرات حتى هذه اللحظة تخرج من محافظات جنوبية، يدعي قادة الميليشيات والسياسيون أنهم تابعون لهذه المحافظات. هذه نقطة. النقطة الأخرى وسؤال وأرجو منك الإجابة بعجالة، هل تعتقد أن سكوت الحكومة على هذه التصريحات هو خوف ام يعني موافقه ربما على ما تقوله الميليشيات؟ لا ليس هو، لا 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 الحكومه هي تخاف، هي الحكومه هي ميليشيات، لا يوجد حكومه اصلا بالمعنى الحقيقي، هي تابعه للميليشيات، كلهم لهم دور اجرام ضد الشعب العراقي، يوم كان في العراق حكومه وطنيه كلهم يحاربون مع النظام الايراني، هذول عملاء وهذول مجرمين، ناس مجرمين ليسوا حكومه ولا يتمنون على بلد مثل العراق، هذول خونه لابد، بس احنا املنا كبير بالله والشيء ثم بالشعب العراقي ينهض ويخلص العراق، نعرفهم كل اطيافهم. شكرا لك ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. ابو حيدر من بغداد تفضل. السلام
السلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام انتم بخير وقناتكم بخير, بخير والكادر بخير وكل العاملين بخير. شكرا جزيلا. اللهم ربي يحفظكم ويخليكم بخير. حياك الله. محمد بالنسبه لموضوع الحشيش. نعم. هو مو حشيش, هو اسمه حرس ثوري عراقي. والمصيبه والطامه الاكبر اسمه عراقي بس ولاء كل الايران. يعني ايران اسست جيوش نفس ما اسست الحرس الثوري, حرس ثوري ايراني. حرس ثوري عراقي تابع لايران, حزب الله اللبناني حرس ثوري تابع لايران, والحوثيين تابعين لايران. فهي هاي شغله معروفه. الحشد مو يعني انا مرات يقولون الحشد. طب احنا نسال على موقف وزارات الدفاع والداخليه وموقف الحكومه كذلك والبرلمان من هكذا ميليشيات وتصريحات يعني تضرب هذه الحكومه في مقتل وتطالب بحل هذا الجيش وتصفه باوصاف يعني لو وصفت ربما من شخص آخر لأقامت هذه الحكومة الدنيا ولم تقعدها. أستاذ محمد الله يخليك, الله يخليك إن شاء الله. هو الحكومة منين؟ هي الحكومة عبارة عن عصابات وميليشيات. يعني هو أكو مسؤول بالحكومة, أكو سياسي ما عنده ميليشيا. بل يعرف واحد سياسي ما عنده ميليشيا. يا أخي هم عبارة عن عصابات ميليشيات. ما كل الأحزاب, كل القوى الموجودة, كل القوى بدون استثناء. اي قوة موجودة وكتلة نيابية كتلة برلمانية عندها ميليشيا. فهو الاحزاب الميليشياوية يعني اشتتم من العدلات. هو مرجع ميليشياوي طاي واحدة واثنين. يعني سؤال حضرتك تقول ان الحكومة مترد. انا اقول لك الحكومة مترد. الحكومة اصلا لان يعني هي اصلا حكومة ايرانية. هي تابعة ولاها لايران 100%. بس تنفذ اوامر ايران وامريكا بنفس الوقت. عملاء الدولتي بنفس الوقت. بس ميلهم الايران اكثر ما الامريكا. يعني انا اتحدى رئيس وزراء يقدر يصرح او يقدر يغلق المكتب. اتحدى تحدي انا هسه على مباشره اقسم لك بالله ما يقدرون. لان الحشد قوه صارت قوه عندهم دبابات وعندهم حتى جنس طيارات, عندهم طيارات مسيره نشوف شلون الحوثي. يعني الم تمكن الحكومه سواء حكومه عبد المهدي او حكومه العبادي او المالكي, ألم يمكنوا جميعا الميليشيات لتصبح بهكذا قوة؟ ألم تكن صنع أيديهم؟ أستاذ محمد أكيد هي الحكومة مكنتهم. ولا هاي دبابات, هاي الهمرات, مو كلها بفلوس العراقيين. منين؟ جايبين من جيوبهم الخاصة, كلها مال العراقيين, دبابات وهمرات وأسلحة ثقيلة. وهذا الشيء اللي انفجر البارحة, المعسكر اللي مخلينا بنص المدينة. ما شايف انا هيك معسكرات تخزين سلاح بنص المدينه. نعم. استاذ محمد هي الحكومه عباره عن حكومه ميليشياويه. اقسم لك بالله العظيم وما تقدر تحرك ساكن نهائيا هي الحشد. يعني الحشد ارتباطه هم اللي يطلعون علني, مو انا اقول. هم اللي يطلعون يقول لك احنا ارتباطهم خامنئي مباشره. نعم. ارتباطهم على خامنئي وباشراف قاسم سليماني, وقاسم سليماني باستطاعته ومع كرامات الاسامة يدوس على اكبر راس من ذولا الحكومه الموجودين. اكبر راجل يدوس عليه. اقسم لك بالله على هم ذولا شنو؟ هم خدم للفرس وخدم للامريكان. اقسم لك بالله ما هم لا يخدمون الشعب العراقي ولا يهمهم العراق. نعم. هم الوحيد شلون يرضون ايران وشلون يرضون امريكا بنفس الوقت وشلون يبقون باموال العراق. وانا اشكرك. شكرا لك ابو حيدر. مشاهدينا نقرا رسائل سريعه من المشاركين. يقول أحد المشاركين السلام عليكم أستاذ محمد, فعلا جيش مرتزق صدق وهو الكذوب, يعني جاي على راتب لا أكثر ولا أقل. وأحد المشاركين السلام عليكم, هو ليس أبو فيصل من السعودية يشتم, يقول كان الجيش العراقي ثالث قوة عالمية وهذا أمر مزعج جدا لدول الطوق العراقي وأولهم المقربون دون ذكر أسماء أو دول. عموما لا جيش ولا عراق. يفتح الله خليكم بدون جيش. ماذا تريدون بالجيش إذا كان الجيش يقتل الشعب حاليا؟ أعيدوا هيبتكم وابنوا كرامتكم التي أصبحت مثل كذا كل يوم. بعد احترامي الشديد, أنا غيور على العراق تحت أي ظرف وأي قول وفعل. شكرا لكم. يقول رسالة طيب
أيضا هناك رسالة تتحدث عن موضوع المفقودين والمغيبين قسريا. مشاهدينا الكرام، سنتحدث بهذا الموضوع إن شاء الله بعد فاصل قصير، نتطرق فيه إلى قضية المغيبين، ملف المغيبين وملف الجثث التي ظهرت الآن لتكشف عن حجم الانتهاكات التي ترتكب في العراق والجرائم كذلك بدوافع طائفية، ووسط كذلك صمت حكومي مطبق على هذه القضية. وهناك تصريحات خرجت من مسؤولين، من رئيس البرلمان ومن وزير الدفاع، يعني وزير الداخلية، يعني بشكل يعني للأسف لا يوصف إلا بأنه متخاذل وسلبي بشكل كبير لأسباب حتى هذه اللحظة لا يستطيع أحد أن يفسرها بشكل صحيح. ستستمعون إلى هذه التصريحات بعد قليل، ستشاهدون بعيونكم كيف يصرح المسؤول في العراق عندما يرى 231 جثة تظهر بهذا الشكل. أولا لا يعترف بالرقم، ثانيا يبرر ويميع القضية بطريقة مأساوية للأسف الشديد. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ هذا الموضوع ببيان هيئة علماء المسلمين في العراق الذي قالت فيه أن الكشف عن 231 جثة تعود للمخطوفين والمغيبين قسريا يقدم دليلا جديدا على حجم الجرائم الخطيرة التي تقترفها الميليشيات الطائفية ضد الشعب العراقي. أضافت الهيئة أن تسليم السلطات في محافظة بابل جثث المغدورين ومن ضمنهم أطفال ونساء وكبار في السن لجمعية خيرية لدفنهم في كربلاء، الهدف منه طمس معالم هذه الجريمة والتستر على مرتكبيها. كذلك أكدت هيئة علماء المسلمين أن هذه الجريمة مركبة لأنها تضمنت القتل وإخفاء الهوية والدفن بدون علم ذوي الضحايا. واتهمت الهيئة ممثلي السنة في العملية السياسية بالتخاذل والانبطاح والاكتفاء بالبيانات السياسية الخجولة التي تراعي التوافق السياسي الذي ذبح به العراقيون. دعونا نبدأ معكم مشاهدينا الكرام هذا الموضوع بحديث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكيف برر هذه الجريمة البشعة وكيف تعامل مع هذا الحدث وهو من موقع مسؤول، فنشاهد. حادث هو ليس حادث طائفي ولا يمت للطائفية بصلة، عبارة عن حوادث متفرقة في كل أنحاء محافظة بابل سجلت من نهاية عام 2016 ولغاية هذا التاريخ اللي هو شهر الثامن 2019. مجموع الجثث مجهولة الهوية 31 جثة من كل مناطق محافظة بابل، جزء منها عمليات يعني جنائية وجزء آخر يتعلق ب يعني جثث مجهولة الهوية أتت من خلال النهر، وجزء آخر خلال عمليات التحرير على مناطق جرف الصخر. هذا الأمر جميعا بعيد كل البعد عن الطائفية وبعيد كل البعد عن الأمور التي تم تسليط الضوء عليها إعلاميا يوم أمس. طيب، نستمع مع حضراتكم الآن مشاهدين الكرام لحديث وزير الداخلية ياسين الياسري الذي قال أن الجثث التي عثر عليها في محافظة بابل هي بسبب جرائم جنائية، فنشاهد. أنه هذه الجثث هي نتيجة إجراءات تحقيقية جرت في مديرية شرطة محافظة بابل، ومثل ما تطرق لها السيد رئيس المجلس النواب يعني احنا عندنا حادثة في 19/3/2016 في مركز شرطة جرف النصر.
بعدين عندنا جرائم مجهولة، مركز شرطة النيل، مركز شرطة الكفل، مكتب التحقيق القضائي في الإسكان، مركز شرطة حي بابل، مركز شرطة حي التحرير، مركز شرطة الشوملي، شوملي بعيد عن شمال بابل يعني، مركز شرطة السدة، شعبة النيل لمكافحة الإجرام، مركز شرطة المسيب، مركز شرطة الإسكندرية، مركز شرطة الحامية. فهذه هي جرائم عثرت، هاي القوات الأمنية عثرت على هذه الجثث في مختلف مناطق محافظة بابل وليس في منطقة واحدة. وأيضا مثلا عندنا عثرنا على جثث جتي الطافية في نهر الفرات. إذن فهذه يعني كلها جرائم تتعلق بجرائم جنائية. استمعتم إلى حديث المسؤولين وهم يبررون هذه الجريمة البشعة وكذلك يتحدثون بأرقام. طيب حتى نكمل هذا الموضوع وتستمعون حضراتكم مشاهدين الكرام إلى رأي هادي الشمري أحد مسؤول أو أحد مسؤولي الجمعية الخيرية التي تولت دفن الجثث القادمة من منطقة جرف الصخر. هذا ليس تبع قناة الرافدين ولا أنا الذي قمت بتسجيل معه، هذا كلام شخص مسؤول عن دفن الجثث. 231 جثة دفنت في مقبرة في كربلاء. دعونا نشاهد ونستمع إلى الأرقام التي سيدلي بها، فنشاهد أوراق الجريمة، إلا أن برلمانيين أكدوا أنها تعود لمختطفين معظمهم من المناطق الغربية. الهوية، والآن 31 جثة أيضا مجهولة الهوية بضمنهم امرأتان. فكل هذا النين جمعا في دائرة صحة بابل، فإحنا عتبنا الكبير يعني على وزارة البلديات لأنه هذا عملهم الأساس لجثث مجهولة الهوية، تقوم هي بدفنهم وتغسيلهم وتكفينهم. سابقا تم استلام 125 جثة مجهولية الهوية، والوجبة الثانية 75 جثة مجهولة الهوية، والآن 31 جثة أيضا مجهولة الهوية بضمنهم امرأتان. فكل هذا النين جمعا في دائرة صحة بابل، فإحنا عتبنا الكبير يعني على وزارة البلديات لأنه هذا عملهم الأساس لجثث مجهولة الهوية، تقوم هي بدفنهم وتغسيلهم وتكفينهم. نستمع إلى رأي السيدة أم أحمد من محافظة صلاح الدين، تفضل أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو، أنا عندي أخ مفقود. نعم. من حوج على طريق صلاح الدين. نعم. وقت التحرير 2/10 يعني 2017/2/10. نعم. ودوا مو بس أخوي، ودوا تقريبا 17 ولد، والحد الآن بس واحد منهم طلع وعنده واسطة قوية وطلع. منو اللي أخذهم؟ أي جهة؟ أي جهة أخذتهم أم أحمد؟ الجهة هم الحشد الشعبي أخذوهم، لواء 22 قوات بدر مهمات الخاصة أخذوهم 2017/2/10. هسه أني حالتنا المالية فد مرة والله أخوي. نعم. يعني ما نقدر نلزم تاكسي حتى نروح المكان، هواية ناس توسلتهم يعني مثلا بالجماعة الحشد أكو مسؤولين يقولوا لي إيه، وأظل أنتظرهم أشهر ولحد الآن أي خبر. لا هو ميت مسوية فاتحته ولا هو طيب عفوين. شنو التهمة أم أحمد؟ ليش أخذوهم؟ ليش أخذوهم؟ كل شيء ما عنده، بس مجرد وقت التحرير جايين على أبويا ضاربين المنطقة كلهم ضاربينهم وودوا الشباب معنا. طيب وشلون إرهابية ويطلعون هذا الشخص اللي مثل ما حضرتك تفضلتي أنه عنده واسطة وعنده شيء وطلع؟ لا هم إرهابية، هذا أبوه شوية عالي راح طلع ابنه خلال 20 يوم وذولا راحوا، بس هذا الولد رحنا عليه قال إحنا 16 واحد عيوننا سادينها، قال ما تفتحون عيونكم، يقول من الصوت عرفت ابنكم وياي، لأن قرية تعرف واحد يعرف الثاني. طيب توجهتوا إلى جهات مسؤولة يعني حكومية؟ رحت، ما خليت مكان ما رحت. يقول قالوا لك شنو الرد؟ الرد يقول اذا عندك واسطه طبي ماما، ما عندك واسطه روحي. اقول له هذا هذا اذا تسمحي لي، اذا تسمحي لي اختي ام احمد، اذا تسمحي لي، هاي الجهه اللي حضرتك رحتي لها من هي؟ يعني قياده شرطه، جيش، محافظه، من هي بالضبط الجهه؟ جيت ما لقيت، يقولون ماكو. رحت مرتين لبغداد يعني على يعني رحت للناصريه ماكو،
رحت يعني اكو مكانات هوايه رحت بيهن اخوي ماكو لعد وين يعني، بس مجرد لقينا اكو قصب جماعه جابوا لنا الجنسيه مالته مذبوبه يم القرحه، يسمونها القرحه على اطراف الحويجه. نعم. طيب. شكرا ام احمد من صلاح الدين، شكرا لهذه المشاركه اللي وضحتي لنا بها نقطه مهمه، وهي وتأكيد طبعا على هذا الكلام الذي نتحدث به بملف المغيبين والمخطوفين والمعتقلين. كما استمعتم حالة من حالات كثيرة طبعا تتولى فيها الميليشيات زمام الأمور بالاعتقال بالتغييب بالاختطاف، سموها ما شئتم، لكن أن تغيب هذا الشخص عن أهله وذويه ومنطقته وبلا محاكمة وبلا أسباب ملموسة ليوضع في معتقلات، يخرج إذا كان لديه واسطة قوية أو يبقى في هذه المعتقلات لا أحد يعلم ما مصيره، وربما لا سمح الله قد يكون عدد من الأعداد التي تخرج بين حين وآخر للجثث تسميها الحكومة مجهولة الهوية بهذه الطريقة، وتستمعون إليها طبعا في الأخبار وفي التلفاز جثث تخرج ليخرج بعدها المسؤولون ويبررون الموضوع بأنها جرائم جنائية، كما استمعتم إلى رئيس البرلمان ووزير الداخلية. معنا سيد صباح من بغداد، تفضل. ألو. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بس أبحث على موضوع بشمال بابل، منطقة شمال بابل حصرا، يعني شمال بابل. نعم. شمال بابل بيها تأجير، يعني تأجير صار واعتقالات من 2014 ولحد الآن، يعني معاناة سجون الحلة يعني مغيبين وكتل وهذا ما كلها يعني أحد يحلها خلاص أبد، يعني صار من 2013 ولا زالت لحد الآن. أنا عمي اعتقل 2014 في شهر رمضان من شمال بابل، ما شمال بابل يعني دون تطرق المنطقة، لا زال لحد الآن ما معلوم عنه خبر أبد. من الاعتقالات يعني سيد صباح؟ الشرطة الاتحادية كانت بشمال بابل. وعندكم أسباب عن الاعتقال؟ أسباب اعتقال هيك شيء وهمي يعني لا على شيء، كان ملجون بالحلة نفسها. نعم. طلع ورا شهر أفراج ورا الأفراج بعد ما لقينا. نعم. يعني منطقيا لو كان متهما لما خرج. إي يعني هو اتهام يعني دون اتهام هيك. هي اسباب يعني بس مجرد يعني بس كلام لا تعامل. وبعدين يعني اختفى يعني شلون اختفى اذا بامكانك انه توضح لنا هاي النقطه؟ اختفى، طلع من السجن، احنا كنا بانتظاره وطلع من السجن، فما يعني ما لحظات يعني عشر ربع ساعه اختفى ما لقينا بعض. نعم. وما تعرفون لا مكانه ولا الجهه اللي اخذته ولا وضعه، يعني حي او ميت. بس الجهه اللي اعتقلتها من البيت معلومه اتحاديه. نعم. بعد ما خرج من الاعتقال الجهه اللي خطفته او الطريقه اللي اختفى بها ما تعرف. اي ما نعرف عنه خلاص، واللي من 2014 لحد الان يعني ما نعرف عنه خلاص ابد. المنطقه اللي كان فيها او المكان اللي خرج منه من اللي الذي يسيطر عليه سيد صباح؟ الحكومه نفسها، هي المركزيه نفسها عملت بابل. طيب ما توجهتوا الى المسؤولين، الى قياده شرطه، الى جيش للسؤال عنه ببياناته؟ توجهنا يقول احنا عندنا كتب افراج من المحكمه في افراج بتاريخ اليوم، احنا ما مسؤولين بالباب وبالشارع، ما مسؤولين. يعني يحمل البناية بس ما يحمي خارجها، يحمي الداخل ما يحمي خارج. نعم. شكرا لك سيد صباح، كنت معنا من بغداد. ومعنا الآن السيدة أم مريم من بغداد أيضا، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حي سادة قناة الرافدين. أهلا وسهلا أخي الكريم. هذا مو تسريح من وزير الداخلية أو وزير الدفاع، ولا هذا الحلبوسي قاعد يصرح، كلما تسريحات هاي فاشلة. لأن احنا العراقيين يوميا مليون ينقتلون ومليون مفقود عندنا وبالعراق. يعني ذولا وينهم؟ ليش ما حد يدور عليهم؟ وذولا اللي ينقتلون جاي يذبونهم بالزبايل، شنو ما عندهم اهل؟ لو ذولا مو سلام
الكفار. أخي العزيز، إحنا إيران مسيطرة علينا كلنا، وحزب الله الإيراني هي جاي تقتل أبناء العراقيين وتخطفهم، وما عدا هاي حتى الأطفال جاي يقتلونهم ويسرقون أعضاءهم. هذا اللي يسرق كليا. شلون شفتي تعامل السياسيين السنة، إذا صح وصفهم، شلون شفتي تعاملهم مع هذا الموضوع، موضوع هذه الجثث التي تظهر والتي لا يتعاملون بها، بل يبررون الأعداد ويبررون طريقة قتلهم؟ أخي العزيز، ليش هم دول السياسة من منتخبهم غير أهل السنة؟ وهم قتلوا شيعة قبل السنة. أخي الكريم، دول ما منتمين لأي شيء، دول اللي هم بس هي مصون دم العراقيين، هم بس إيران، وتعاملهم كل شيء ما سووا بس يبررون، واعتياد عندهم شيء طبيعي، يعني مو بشر ميت، حيوان. يقولون أن الموضوع، موضوع الجثث، ليس بأسباب طائفية أبدا، ويؤكدون على هذه النقطة أكثر من مرة. هل برأيك الموضوع بعيد عن الطائفية أم مريم؟ لا والله أخي، مو بعيد عن الطائفية. طائفيين أكثر شيء أهل السنة جاي ينقتلون، وأكثر شيء قتل جاي يصير بالرمادي والأنبار تشريد. أكثر شيء ناي لو أولاد العراقيين جاي ينقتلون. أخي الكريم، نعم. لماذا عادت الأنفاس الطائفية من جديد أم مريم؟ يعني هي موجودة وشهدت في كثير من الأماكن في المحافظات الغربية أثناء العملية العسكرية من قبل الميليشيات وغيرها، لكن هذه الطريقة التي نراها الآن طريقة لم تتوقف منذ بدء الاحتلال وحتى هذه اللحظة. ميليشيات مستمرة وفرق موت مستمرة بنفس طائفي، وتترك في العراق بهذه الطريقة. أين الحكومة من ما يحدث الآن؟ أين الحكومة من هذه الانتهاكات والجرائم التي تحدث؟ لماذا لا تتدخل لوقفها ومنعها؟ لماذا لا تطبق القانون الذي يقضي بأنها تسحب السلاح من الجهات التي لا تريد أن تدخل في العمل السياسي؟ كل هذه الأمور والقرارات لماذا لا تنفذ وتترك الميليشيات حرة طليقة بهذه الطريقة؟ لا دم العراقيين يتوقف ولا ميليشيات توقفون عن قتل الأبرياء بالعراق. وأحلى من 2003 لحد هذا اليوم، عراقيين يومية 1000 قتيل، وما جاء أحد يهتم بيهم ولا يحتاج عليهم. تعرف ليش؟ لأن إحنا سنة صارت طائفية، سنة وشيعة بالعراق، والأبناء العراقيين هم واحد يقتل الله غزاة كرم، هم بيناتهم ما متفاهمين، كل التعارك على كراسي، على فلوس العراق، على فلوس. شكرا أم مريم، كنت معنا من بغداد. محمد من صلاح الدين. سيد محمد، سؤال، يعني الحكومة، لماذا ينتظر البعض الحكومة أن تتدخل وتعالج موضوع وأزمة تتعلق بالميليشيات وهي لا تستطيع أن تسيطر عليهم، لا تستطيع أن تحكم هذه الميليشيات، لا تستطيع أن ترد على تصريحات الميليشيات؟ نعم، ضعيفة وفاسدة، فاسدة، وإيران مسيطرة على إيران، على العراق. نعم. وكل شيء ما بيده بس هيك اسم، بس قاعدين على الكراسي يقولوا الفقراء باقين. طيب، يعني بالنسبة لقضية الجثث، لماذا لا تعترف على الأقل بالأعداد الحقيقية للجثث التي تظهر؟ والله هو الجثث هو لا يحترم الجثث، كل شيء يسوي. نعم. أسامي أبويا سمعت أخذ ب 2016 أسامي واحد، كل شيء ما عندنا أخبار عليه، يعني أخذ منه فلوس هنيك راح أبويا. منو اللي اعتقله؟ ميليشيات. الميليشيات. من المنزل. الساعة 4 العصر. نعم. وشنو السبب يعني اللي ادى الى اعتقاله او اخفاءه بهذه الطريقه؟ قالوا اربع هراب. نعم. قالوا اربع هراب، اخذوا منها فلوس، يعني اخذوا تاكيد، اعتقلوا من البيت، اخذوا منها فلوس، ما حلوا، قال نحن ما حلوا. وتواصلتوا سالتوا عليه، يعني عرفتوا مكانه؟ سألنا، قالوا بالاستخبارات، قال أربع هرابتوا المتهمينه.
نعم. ويعني الوضع بشكل عام بالمناطق اللي حضرتك متواجد فيها يتم على الجميع بهذا الشكل. سيد محمد، فقدنا اتصال مع سيد محمد من صلاح الدين. حتى هذه اللحظة كما سمعتم مشاهدينا الكرام أكثر من متصل يؤكد أن قريبه سواء شقيق زوج أخ أب يعتقلون ويخطفون بطريقة غالبا ما تتم على يد الميليشيات كما استمعتم. طبعا أيضا هناك اعتقالات نفذتها القوات الحكومية والجيش والشرطة سابقا، يعني نفذت على يدهم، وأيضا حدثت فيها أمور ابتزاز متعلقة بالأهالي المخطوف أو المعتقل، وطبعا هناك قصص وروايات كثيرة على هذا الموضوع. لكن حتى هذه اللحظة التأكيدات التي تشير إلى أن الميليشيات غالبا هي التي تتسلم ملف الاعتقالات والإخفاء القسري الذي أو التغييب القسري الذي يتم على المدنيين في كثير من المحافظات، وكثير من هذه الاعتقالات والتغييب هو يأتي بدوافع وأسباب طائفية كما استمعتم. هناك روايات حتى لا توجد أدلة على هذا الشخص الذي يتم اعتقاله، لا يوجد سبب، لكن تلصق تهمة أربعة إرهاب في هذا المتهم لكي يبرر طبعا اعتقاله وإخفاء بهذه الطريقة، وتكون هي الوسيلة التي يضحكون بها على العقول الضعيفة من يتابعهم ويتابع أخبارهم. نقرأ سريعا مشاهدينا الكرام بعض الرسائل التي وردت. السيد مبروك من الإمارات، أحد المشاركين من بغداد، يقول بس على المغيبين والمفقودين من أهالي شمال بابل، شنو مصيرهم؟ حتى هذه اللحظة لا أحد يعلم ما مصيرهم، وبين حين وآخر تظهر هذه الجثث. سيد مبروك من الإمارات يقول تحية لك أخي محمد، ما هذا الذي يجري في جرف الصخر في بابل؟ 231 جثة، المغيبون وغيرهم كثير قضوا على يد الميليشيات التابعة لجارة السوء إيران وحكوماتها، هذا بحد ذاته إجرام ممنهج ومستمر. أين القوانين عن محاسبة من تورط بهذه الأفعال الإجرامية وهذه الدماء؟ عدالة رب العالمين ستنزل بهم العقاب العادل. طيب، أحد المشاركين لدينا أبو عمار من السويد يقول السلام عليكم، تصريحات الحلبوسي مخجلة لأهل السنة، الجريمة مبينة أبعاد طائفية من قبل الميليشيات التابعة للحكومة. أبو عمار من السويد. وأيضا لدينا رسالة يقول يا مرجعية، أي دين يبيح سفك دماء الناس؟ أليست كل هذه الجرائم تتم بفتاوى من المعممين وبأوامر إيرانية؟ طيب، بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.